وللمزيد من المتابعة مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ المعتصم بالله محمد، وهو منسق حياة كريمة في محافظة دمياط. أهلا وسهلا بك معنا في هذه التغطية على إكسترا نيوز. يعني في البداية نتعرف على أهم مجهودات حياة كريمة في دمياط. في البداية أهلا وسهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. أنا معتصم بالله محافظة دمياط. إحنا عندنا مركز واحد في حياة كريمة اللي هو مركز كف سعد، في 28 قرية، في 217 تابع. ال 28 قريه دول في منهم 12 وحده محليه، ال 12 وحده محليه تم عمل فيهم مركز خدمه، 12 مركز خدمه و12 مجمع زراعي. طبعا ال 12 مركز خدمه دول اللي هو المركز التكنولوجي اللي بيبقى فيه خدمات اللي هي زي السجل المدني، وفي كمان حاجات زي مثلا البريد والتامينات والمعاشات، وفي كمان مركز تكنولوجي. كل ده احنا بنهتم بيه عشان المواطن ما يروحش زي ما كان قبل كده، عشان يروح يعمل حاجات زي كده لازم يروح مجلس المدينه اللي هو الرئيسيه اللي في المركز، او يروح المحافظه نفسها عشان يقدر ان هو يعمل الخدمات دي. بالاضافه الى ان احنا عملنا كمان تجديد للمدارس اللي موجوده في المركز، مدارس لا اما رفع كفاءه لا اما ارشاءات جديده. نفس الكلام بالنسبه للصحه برضو، احنا عملنا 19. يعني خلينا نكمل في النقطة المتعلقة بالتعليم ونعرف تفاصيل أكتر. حضرتك بتقول لي تم إنشاء مباني جديدة، تم تطوير المباني، ده أثر إزاي على الكثافات اللي موجودة في المركز؟ طبعا بالفعل احنا قللنا كثافات جامد في الفصول، غير ان كمان ان احنا بقى عندنا قدرة ان احنا نتعامل مع الطلبة، نعلمهم احسن بكتير من الاول. بقى في المدارس كمان قدرنا ان احنا نخلي المدارس شكلها احسن، فيبقى التعليم جودة التعليم نفسها احسن. اللي انت عارف ان دلوقتي بقينا بنعتمد على الانترنت اكتر في المدارس، فوصلنا خطوط الياف ضوئيه للمدارس، فبقت سرعه النت اسرع، فبقى الطالب يقدر ان هو يدخل على النت اسرع، يقدر ان هو يشتغل بالتابلت اللي معاه احسن. ده كله ساهم في رفع الكفاءه بتاعه المنظومه التعليميه كلها، مساعده الطالب على انه يوصل للمعلومه بسرعه. هل تم انشاء مدارس جديده في قرى ما كانش فيها مدارس؟ يعني تم انشاء مدارس جديده، وده غير الاستثناء اللي تم انشائها. هي الاكثر اللي احنا كنا بنعمله ان احنا بنزود من مباني جديد، يعني المدرسه بيبقى فيها مبنيين وفي مساحه اللي احنا نبني مبنى جديد، بنعمل مبنى جديد مثلا اربع ادوار، ثلاث ادوار مثلا، بيبقى فيه حوالي 16 فصل او حاجه زي كده او 18 فصل. كل ده بيقلل الكثافه جدا في المركز اللي موجود فيه المدرسه دي. طيب خلينا برضو نتكلم عن قطاع الصحة. حضرتك كنت بدأت تتكلم عن المجهودات في قطاع الصحة في دمياط. بالفعل يا فندم احنا اشتغلنا على إنشاء 19 مركز صحة، ما بين إعادة تأهيل أو رفع كفاءة أو هدم وبداية إنشاء من جديد. ده طبعا كله على السيستم بتاع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمواصفات بتاعته. لذلك احنا بنشتغل ليه على التأمين الصحي دلوقتي، من دلوقتي شغالين بالمواصفات بتاعته، عشان ان شاء الله دمياط هتبقى في المرحله الثانيه من نظام التامين الصحي الشامل. فبعد قبل ما انا ادخل نظام التامين الصحي الشامل وارجع ثاني اعمل انشاءات ثانيه او اغير في المواصفات بتاعه مراكز الصحه، احنا من الاول شغالين على الموضوع ده. احنا بنعمل المنشاه من الاول تخش نظام التامين الصحي الشامل على طول من غير تغيير في المواصفات، وده فعلا هيساعد ان دمياط تخش بسهوله اكتر في نظام التامين الصحي الشامل لما يتعمل. كلمني ايضا عن المجهودات المتعلقه بنقاط الاسعاف والقوافل الطبيه. تمام، احنا بنعمل قوافل طبيه الحمد لله كل اسبوع، ما بين معدل تقريبا قافلتين كل اسبوع في كذا مركز. وعلى فكره احنا مش شغالين حتى بالقوافل الطبيه الحمد لله، مش في مركز كف سعد اللي هو تبع حياه كريمه بس، لا احنا شغالين في محافظه دمياط كلها. وزاره الصحه الحمد لله يعني الناس هناك متعاونين جدا وشغالين كويس جدا في الموضوع ده. احنا شغالين كل اسبوع في قريتين في محافظه دمياط، يعني بمعدل 8 قوافل طبيه في الشهر، وده مش معدل قليل ابدا. الموظفين والاطباء بيشتغلوا عمل رمزي جدا، اجر رمزي خالص، وبينزلوا يعملوا ككشوفات 13 تخصص ما بين اسنان باطنه وجراحه عامه، ما بين نساء ولاده، ما بين جلديه، و 13 يعني ايه مش فاكر، يعني مش هيتسع الوقت ان اقولهم كلهم، بس ده كلهم في نفس القافله. المواطن يخش على كذا عياده وياخد الدواء، ده غير ان احنا كمان بنصرف الدواء كمان في نفس القافله، وبيتعمل له كمان عامل تحاليل بيستعمله في نفس القافله برضه.
لو عنده مشكله كبيره بيتم تحويله لاقرب مستشفى او بيتم علاجه على نفقه الدوله بالظبط زي ما الدكتور اللي بيكشف عليه بيوصي بالموضوع ده. طيب خلينا كمان نتكلم عن الخطط، مبادره حياه كريمه في المستقبل القريب، هل هيكون في مراكز جديده في محافظه دمياط تدخل ضمن المبادره يكون فيها خدمات جديده؟ طبعا احنا هنعمل مراكز جديده لسه هتخش محافظه دمياط، احنا الاول بدانا في كفر سعد مرحله اولى، لسه في مرحله ثانيه ان شاء الله هيبقى مركز الزرقاء ومركز دمياط، وده كله في اطار ان احنا كمان شغالين في حياه كريمه وفي البلان بتاعت حياه كريمه، دي مرحله اولى وفي مرحله ثانيه وان شاء الله كمان في مرحله ثالثه. ده كله علشان نكمل كل القرى اللي هي حوالي 4500 قريه على مستوى الجمهوريه. احنا دلوقتي شغلنا 1500 قريه تقريبا في المرحله الاولى في كل محافظات مصر، لسه في 1500 كمان ومرحله ثالثه 1500 كمان. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ المعتصم بالله محمد، منسق حياة كريمة في دمياط، شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات.